القرارات الأخيرة، القرارات الأخيرة تاع الويكلو تاع الرابطة الوطنية. يعني نقول لك الآن أصبح المكيال بمكيالين، وكأننا نشعر بأن شباب الوزداد راه مستهدف، لأن رانا في المرتبة الأولى ونبحث على البطولة، أصبحنا مستهدفين نقطة استفهام من الذي يريد أن يريد لا يريد أن شباب الوزداد يتوج في هذا الموسم. أكيد أنه ممكن كانت بعض الشماريخ واحد ولا اثنين كانت موجودة في الملعب، وهذا لا نكره، ولكن في مقابلات أخرى كان أكثر من ذلك، ولم تتخذ قرارات في اتجاه الفرق اللي دارت أكثر ما صار في بلوزات. شكرا. عندنا جمهور معروف على المستوى الوطني، نعم. جمهور اللي انساند في الفريق تاعه، إذن هذا الأمر غير مقبول، ولن نسكت على هذا الشيء، وسندافع بشرفة على مصالح شباب بلوزات. أنا اللي همني مصلحة الفريق، وما نقبلوش أن شباب بلوزات يظلموه. هذا سندافع على حقوقنا بشرفة في أي مكان. أنا ما عنديش حساسية مع أي فريق، وإذا كانت قوانين تطبق على شباب الوزداد لازم تطبق على كل الفرق.